كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل شيء هالك إلا وجهه. يا ابن آدم يا ابن آدم، هل سألت نفسك هل أنت المدفون الأول أم المدفون الثاني أم المدفون الثالث أم المدفون العاشر؟ لعل أناسا دفنوا قبلك ولعل أناسا دفنوا بعدك. نعم أيها الإخوة الكرام، اليوم فوق التراب وغدا تحت التراب. اليوم نتنعم بالنعيم ونفتخر بالسيارات والأموال والجاه والسلطة، وغدا تأكلنا الديدان. يا ابن آدم يا ابن آدم، عش ما شئت فإنك ميت. يا ابن آدم، مهما طال بك العمر ومهما طالت بك الدنيا فإنك ميت، فإنك ميت، فإنك ميت، فإنك ميت.